يا مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. نبدا مع حضراتكم يوم جديد، حلقه جديده السادسه. طبعا تحياتي لكل الناس اللي بتتابعنا وهتتابع حلقه النهارده في يوم يعني بعتقد انه من الايام الحلوه في الكره المصريه، وليه يا رب ما تبقاش كل ايامنا حلوه. حقيقه طبعا بدايه خليني ابارك وهني المصريين على التاهل اللي اصبح بين قوسين او ادنى شبه مضمون للمرحله الثانيه من تصفيات كاس العالم بعد نتيجه امبارح والاداء الجيد الحقيقه اللي قدمه منتخب مصر قدام ليبيا وفوزه بنتيجه 3-0. انت محتاج نقطتين من ماتشين، واحده منهم على ارضك، وبالتالي اعتقد انه عارف طبعا انه ما فيش مستحيل في كره القدم وحسابيا ورقميا كل ده انا متفق مع حضراتكم فيه، بس انا شايف انه خلاص المنتخب الوطني حط رجله الاولى، رجله اليمين في المرحله الثانيه من التصفيات، واعتقد انه المكاسب امبارح لا تتوقف عند النتيجه والاداء والثلاث نقاط، في مكاسب كتيره جدا تقدر تعدها وتقول انه بدايه طبعا انه الماتشين اللي جايين هيكونوا فرصه انك انت تلعبهم دون اي ضغط ودون اي توتر، وبالتالي مساحتك في الابداع، مساحتك في انك انت تعبر عن امكانياتك، مساحتك في انك انت تجرب كمدير فني، تجرب لعيبه، تجرب طرق لعب، هتبقى افضل بكتير جدا من لو كنت بتلعب الماتشين دول وانت تحت ضغط وتوتر الحسابات والارقام. ده نمره واحد. نمره اثنين، انه من النهارده تقدر تقول انه بدايه مرحله جديده للمنتخب الوطني، الهدف الرئيسي منها انك توصل من هنا لغايه مارس اللي جاي وانت مستعد لمواجهه من العيار الثقيل. مش عايز برضو ابالغ قوي في الفرحه، طبعا احنا بقالنا فتره طويله جدا ما شفناش المنتخب المصري بيلعب مباراه بره ارضه بالقوه دي وبالروح دي وبالاداء ده ويخلصها كمان بالسكور ده. لكن عايز اقول انه لغايه النهارده برضو حتى لو كنت بتكلم مش بس على تصفيات كاس العالم، كنت بتكلم كمان على تصفيات امم افريقيا، المنتخب الوطني ما قابلش منافس في مواجهه رسميه من العيار الثقيل تقدر تخليك تقيس نقاط القوه ونقاط الضعف فيه عندك بشكل واضح وصريح. ده ممكن يبان امتى؟ يبان في المرحله الثانيه من التصفيات، لانك بالتاكيد هتصطدم بواحد من التسعه الكبار في افريقيا اللي بتوقع ان هم هيكون مشوارهم سهل في صداره مجموعتهم. على كل الاحوال الحمد لله اعتقد انه انطلاقه كويسه جدا لمستر كارلوس كيروش، يقدر من خلالها ان شاء الله ياسس ويحضر للمرحله الاهم والاصعب ان شاء الله، وعنده فتره طويله جدا يقدر خلالها يستوعب اكتر امكانيات لعيبته، يبص اكتر على عدد كبير جدا من الاسماء اللي تستحق في رايي انها تكون موجوده مع منتخب مصر في الفتره اللي جايه من بره الاهلي والزمالك. بالمناسبه في عدد من اللعيبه الحقيقه محترمين جدا يستحقوا ان هم يمثلوا منتخب مصر وهيكونوا اضافه للمنتخب. ده نمره واحد. نمره اثنين، لازم برضو اتكلم على انه يوم حلو للكره المصريه من المقدمات المرتبطه بمسابقه الدوري في نسختها الجديده الموسم الجديد، والنهارده طبعا حضراتكم يمكن جزء كبير جدا منكم اللي لسه في شغله او لسه ما رجعش البيت ما تابعش تفاصيل القرعه، لكن احنا هنتكلم عليها النهارده وهنتكلم طبعا على ماتشات الاهلي. المنظر العام بيقول ان في اختلاف، يعني المنظر العام بيقول عندنا حاجه جديده، زي ما في حاجات كتير جدا الحقيقه يعني في بلدنا النهارده بقت لما تشوفها لازم تقارنها بمستويات عالميه، خلينا نقول انه قرعه الدوري النهارده ما تقلش عن اي مسابقه الحقيقه محترمه جدا. شكرا رابطة الأندية وبداية مبشرة جدا، نتمنى إن شاء الله تستمر مش بس من حيث الشكل زي ما احنا شايفين الشكل الرائع ده، لكن كمان من حيث المضمون مهم جدا جدا جدا. وأنا متوقع الحقيقة أن المقدمات بتقول أن نسخة الدوري السنة دي هتبقى أفضل بكتير جدا من مواسم سابقة. ليه بقول كده؟ لأنه كان عندنا أوجه قصور يبدو أن الرابطة منتبهة ومركزة قوي فإنها تتعامل معه. كلمنا على مشكلة البث التلفزيوني واعتقد ان المشكلة دي اتحلت، والسنة الجاية كل مشجعي الكورة هيتابعوا يعني اغلب الماتشات، طبعا اعتقد مش هتبقى كل الماتشات لكن اغلب مباريات الدوري هتبقى بتقنية الـ HD وبالتالي كواليتي الصورة هتبقى اوضح. ده يصب في مصلحة المتعة بس لا، كمان يحل مشكلة او يعني مش عايز اقول مشكلة لكن كان بتظهر بعض المشكلات المرتبطة بتقنية الفار، لانه حضراتكم عارفين انه في اوقات كتيرة جدا كان الحكم بيرجع لتقنية الفار، حكم الفار بيتابع الصورة من أكتر من زاوية، الجمهور اللي قاعد في البيت بيتفرج على لقطات الإعادة من أكتر من زاوية، ومحدش عنده القدرة إن هو ياخد قرار واضح وصريح في اللعبة، لا الحكم ولا حكم الفار ولا حتى المشاهد ولا حتى الناس اللي موجودة في الملعب، وبالتالي إنه يكون في تقنية HD ده أعتقد هيساعد بشكل كبير جدا كمان في تطوير منظومة التحكيم. هنتكلم على قرعة الدوري وهنتكلم على مشوار الأهلي اللي هيبتدي مع الاسماعيلي ثم البنك الاهلي ثم
الزمالك ان لم يحدث تغييرات، لانه الكلام ده مفترض ان الثلاث ماتشات دول يتلعبوا قبل معسكر المنتخب اللي هيتعمل في شهر 11 عشان نجهز ونحضر لمواجهه انجولا والجابون. طيب قبل ما ندخل في التفاصيل ناخد سؤال حلقتنا، وزي ما بنسال بعد كل ماتش للنادي الاهلي مين افضل لعيبه في المباراه، خلينا نسال كمان مباراه امبارح فتحت نفسنا مع المنتخب، ونسال حضراتكم على صفحاتنا على السوشيال ميديا في المباراتين بتوع ليبيا، المباراه الاولى في برج العرب والمباراه مباراه الامس في ليبيا، فرايك مين هو افضل لاعب في المنتخب الوطني في المباراتين. طيب عندنا كمان الحقيقه تقرير النهارده مميز جدا عن رياضه هي طبعا كرة قدم في الأول والآخر شئنا ما أبينا، لكنها الحقيقة واحدة من بصمات المصريين المرتبطة بكرة القدم، ومعانا النهارده واحد من الفلتات، يعني إذا جاء إنجاز التعبير أنت بتتكلم على مهارة استثنائية على واحد يعتبر من أساطير لعبة كرة القدم ولكن خارج المستطيل الأخضر، إيه القصة وإيه الحكاية؟ هتعرفوها معانا النهارده في السادسة. خلينا نبدأ حلقتنا بكلمة كابتن محمود الخطيب اللي النهارده كان بيكرم فريق الباسكت، الرجال اللي اسعدنا الحقيقه واسعد مصر كلها بالتتويج وبالفوز ببطوله غاليه جدا، غاليه جدا؟ اه غاليه جدا، لانها زي ما قلت لكم امبارح وانا ببارك للفرقه تمنعت على الاهلي في ثلاث مناسبات، 91، 99، 2001، وصل الاهلي لفاينل البطوله العربيه ولم يتمكن من التتويج، دولاب بطولات النادي الاهلي العظيم كان خالي من كاس البطوله دي. الكاس اللي احرزها رجاله الاهلي للباسكت واللي كانوا الحقيقه يستحقوا تكريم يليق بيهم، وده اللي عمله الحقيقه مجلس الاداره، وده اللي عمله كابتن محمود الخطيب، كرم الفريق النهارده، اتكلم على المشوار واتكلم على انه اي لاعب في نادي الاهلي بمجرد ما بيحقق بطوله بتبقى مش النهايه، بتبقى بدايه مشوار جديد. اتكلم على انه المطلوب منكم طبعا، وده منهج عمل النادي الاهلي، فكره انه التوفيق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، ده شيء ما فيش شك فيه، لكن المطلوب منك قمه الاجتهاد، قمه التركيز. الفارق بين الاهلي وبين اي حد تاني زي ما بيقول الخطيب، زي ما قال بيبو، هو الروح والقلب. خلينا نسمع كلمه كابتن محمود الخطيب، وحضراتكم طبعا بتتابعوا جزء من تكريمه لنجومنا سواء الجهاز الفني او لاعبي فريق السله رجال اللي حققوا البطوله العربيه للانديه. نشوف كلمه كابتن محمود الخطيب ونرجع مع حضراتكم نبدا حلقتنا. الاستاذ اعضاء مجلس الاداره، السيد مدير النشاط الرياضي، الفريق الموقر الجميل، الف مبروك. وطبعا مجلس الاداره في الحقيقه كان حريص على تكريم هذا الفريق اللي حقق انجاز وهو الفوز بالبطوله العربيه لاول مره في تاريخ النادي الاهلي. وبنستاذن كابتن محمود في بدايه هذا التكريم انه يشرفنا بكلمه للفريق وفي وجود اعضاء مجلس الاداره. اتفضل يا كابتن. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم. الحقيقه يمكن النهارده من الايام السعيده جدا بالنسبه لنا، لان بطوله اول مره تدخل النادي الاهلي، وان احنا ده شيء بالنسبه لنا شيء بنقدره جدا، وعندنا امل كبير جدا جدا في حضراتكم بجهازكم الفني والاداري والطبي بكل الجهاز بتاعكم، ان يكون ان شاء الله دي البدايه اللي احنا كلنا منتظرينها. لكن صعبت الامور، صعبت الامور عليكم، انتوا فريق كويس، لعيبه كويسين، جهاز كويس، كل الامكانيات متاحه ليكم عشان نشهد عصر جديد بالنسبه لكره السله بالنسبه للنادي الاهلي، وانتوا تقدروا تعملوا الكلام ده، وعندكم من القدرات الفنيه والبدنيه والقلب والروح اللي هو بيعمل بطولات كتير جدا. فالتوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى طبعا، لكن الاجتهاد ده امر المفروض اكتر حاجة عجبت الناس كلها اللي بيكلمونا في المباراة اللي فاتت، الروح والقلب والتكنيك الفني وقدرة اللاعبين على تحويل الامر لصالحهم في اي وقت من المباراة. وده امر الرجالة، امر مهم جدا. انتوا تمتلكوا مواهب كتير جدا، تمتلكوا جهاز عالي جدا، اعتقد باذن الله اللي جاي ممكن يكون جوه النادي الاهلي، اي بطوله جايه ممكن تكون موجوده جوه النادي الاهلي. ده بعلاقتكم كمجموعه، بحبكم لبعض، بادارتكم
كمجلس إدارة بيحاول يوفر لكم كل الإمكانيات اللي ممكن تنجحكم. ده دورنا، ومش هن مش هن يعني مش هنوقف عند أي أمر يبقى مقنع طبعا ونستطيع من خلاله إن احنا نقدمه لأي فرقة، مش ليكم انتوا بس، لأي فريق في النادي الأهلي. لكن كمان بقى انت على عاتقكم ان كنتوا واجهة الفريق الاول لكرة السلة في النادي الاهلي، انتوا واجهة لكل قطاع الناشئين الموجود، انتوا واجهة بتعلموا الناس من غير ما تدروا، بتعلموا التزام وانضباط اداء، بتعلموا حاجات كتير روح، ودي المهمة اللي هي دي المهمة بتاعت النادي الاهلي طول عمرنا، طول عمرنا من النادي الاهلي الناس كلها تقول الاهلي ده قلب، الاهلي ده روح، طول عمرنا كده. وكمان بقى موجود فنيات وموجود مواهب وموجود إدارة وموجود إدارة فنية كويسة، يبقى أنتوا إيه اللي ناقصكم؟ فيش حاجة ناقصة الحمد لله رب العالمين. تاني بالنيابة عن الزملاء في مجلس إدارة بشكركم جدا على الروح وعلى الأداء. البطولة اللي فاتت اللي جاي هيبقى صعب، لأن كل الناس تحب دايما الناس تحب يقولك البطل ده، البطل ده حاول أنا بقى أجرح البطل ده، حاول أن أنا أخد من البطل ده. فهتلاقوا في كل مباراة ناس الالتزام ضدكم زاد والروح ضدكم زادت من كل المنافسين. انتوا لو ما كنتوش اعلى مش هتحققوا، لازم من دلوقتي كده تتعاهدوا مع بعض تكونوا اعلى في ادائكم وفي روحكم وفي قلبكم وفي روح الفانيلا الحمراء دي احنا لابسينها دي، لازم تكونوا انتوا اعلى من هذا القدر عشان تقدروا تنجحوا ان شاء الله. مش عايز اطول عليكم لكن بشكركم، ودي بدايه. مش عايز دايما الناس الضعاف اللي يكسب بطولة يريح، اللي يكسب بطولة يكتفي، الكلام ده الناس الضعيفة. لكن الناس القوية واللي عندها ثقة في نفسها اللي بيكسب بطولة بيبص للتانية، بيبص للي بعديها، بيبص للي بعديها بنفس القوة وبنفس الروح. بكرر شكر ليكم جدا، وشكر طبعا للإدارة التنفيذية وللنشاط الرياضي، لأن كل الناس اللي شاركت في إنجاز يعني بإنجاز جوه إنجازات وجوه دولاب بطولات النادي الأهلي. بشكركم جدا جدا، وإن شاء الله اللي جاي أفضل بإذن الله. شكرا. في فترة من الفترات كده كان الميلان هو بداية يعني واحد من أكتر الأندية المفضلة ليا، اللي قعدت سنين طويلة جدا بتابعها وبشجعها في كل المسابقات. الجيل اللي هو كان مكتسح أوروبا، الجيل اللي كان فيه جورج ويا، مالديني، نيستا، بيرلو، تشيفتشينكو، سيدورف وغيرهم وغيرهم كتير جدا، أمبروزيني وغيرهم كتير من النجوم الحقيقة. وللأسف الشديد جدا يعني حصلت انتكاسة مش بس للميلان، تقدر تقول كده للكرة الإيطالية كلها، لغاية لما رجعت إيطاليا وبقوة في النسخة الأخيرة من يورو 2020 ورجعت لبارقها المعتاد وخلتنا نحس أنه الكرة الإيطالية رجع بقوة عشان تنافس. في الفقرة دي هنتكلم مع ستيفانو رافيليا وهو مذيع في قناة نادي اي سي ميلان، هيكون ضيفنا النهاردة في السادسة من خلال الفيديو كونفرنس. طبعا بداية بشكرك على وجودك معنا وبرحب بيك على شاشة النادي الأهلي. Grazie a voi, mi fa molto piacere essere qui perché insomma tifando شكرا لكم squadra... شكرا على توجيه الدعوة لي، انا سعيد وتقبلت الدعوة على قناة الاهلي لان اعلم الاهلي جيدا، الاهلي الذي خطف لقب ثاني اكثر الانديه تتويجا في العالم بعد الميلان، ولهذا اعلم الاهلي واعرفه جيدا. طيب قبل ما افتح معاك ملفات الميلان، بدايه خليني ابتدي معاك مع المنتخب الايطالي اللي حقق المركز الثالث في دوري الامم الاوروبيه. بدايه ردود الافعال في ايطاليا، يعني هل في حاله رضا، هل في سعاده بتحقيق المركز الثالث، ولا بعد ما حقق منتخب ايطاليا لقب يورو 2020 الناس مستاء او كانت متوقعه انه يحقق لقب دوري الامم الاوروبيه؟ ما la Nations League è una competizione molto giovane e دوري الأمم الأوروبية دوري جديد وبطولة جديدة فوز إيطاليا به كان يؤكد على هيمنة الكرة الإيطالية وعلى أحقية إيطاليا بالفوز ببطولة الأمم الأوروبية. الجميع في إيطاليا آسف وحزين بعد خسارة المباراة أمام أسبانيا، لكن الإيطاليين جميعا كانوا ينتظرون الفوز بهذه البطولة، لكن ردود الأفعال جيدة وليست سيئة. هل تتوقع أنه استمرار مانسيني بنفس الكتيبة في مشوار السعادات لكأس العالم، ولا متوقع أنه يكون في بعض التغييرات على التشكيلة الإيطالية؟
No, Mancini continuerà certamente, porterà l'Italia بكل تأكيد al لا هذا مستحيل ومن رابع المستحيلات. مانسيني قدم أداء كبير وعمل عمل عظيم لإيطاليا معه إيطاليا فازت ببطولة الأمم الأوروبية وإيطاليا الآن لديها الفريق الذي قد ينافس على جميع البطولات. الآن إيطاليا تستطيع أن تقول لديها مالديني آخر ولديها كوستا كورتا آخر ولديها العظيم من اللاعبين. مانسيني سيستمر وسيقود إيطاليا إلى تصفيات وسيقود إيطاليا في كأس العالم في قطر وسينافس على البطولة ومن الممكن أن يفوز بالبطولة. مانسيني نحن مع مانسيني قلبا وقالبا صحفيين وإيطاليين وإعلام. مانسيني جاء وانتشل إيطاليا من صعوبات كثيرة جدا ولهذا يجد دعمنا ونحن دائما معه. طيب هل بتعتبر أنه استعادة المنتخب الإيطالي لبريقه مرة تانية لقوته مرة تانية الرجوع لمستواه المعروف عنه على أنه فريق مرشح للمنافسة على أي لقب ده كمان ينطبق على الأندية الإيطالية الميلان الانتر اليوفي روما ولا المنتخب في وادي والأندية في وادي تاني؟ شكرا لك على هذا السؤال سؤال مهم جدا ودائما ما نواجهك صحفيين عندما نخرج مع ميلان أو إنتر في المؤتمرات الأخرى. إيطاليا بالتأكيد قامت بعمل بطولة كبيرة وعظيمة. المنتخب الآن عادت إليه سمعته وهيمنته وعادت هيبة إيطاليا، لكن مانسيني هو من قام بخلق هذا الأداء لأن لديه بعض العديد من الشبان الإيطاليين والذي لديهم الرغبة لعودة الكرة الإيطالية إلى الواجهة، وهذا سيؤثر بالإيجاب على الكرة الإيطالية. هل تعلم أن الدوري الإيطالي الآن هو أقوى الدوريات في أوروبا وأكثر الدوريات إحرازا للأهداف، كل مباراة بمعدل 3 أهداف ونصف الهدف. الكرة الإيطالية قد تعود، لا أريد أن أقول قد تعود، ولكن عادت مع مانسيني وعادت للواجهة وستعود مرة أخرى. لكن أنا أقول لك شيئا هاما جدا، أن الأندية الإيطالية في هذه الأيام تعاني من أزمة اقتصادية، ولكن سنرى ماذا يحدث الأيام القادمة. ده ممكن ينطبق، يعني إذا سمحت لي بأن أنا أختلف معك، ممكن ينطبق على مستوى المنافسات المحلية، لكن لو كلمتك على مستوى المنافسة على مستوى قارة أوروبا، إزاي بتشوف فرص الأندية الإيطالية في المنافسة على ألقاب الشامبيونز ليج واليوروبا ليج؟ هل الأندية الإيطالية قادرة على تحقيق الألقاب دي من وجهة نظرك؟ يجب أن أكون صريحا معك، أنت تتابع الكرة الأوروبية من خلال أسئلتك، والعالم العربي وجماهير الأهلي يتابعون البطولات وترى الميلان وترى اليوفي وترى الإنتر، لكن دعني أتحدث معك عن مباراة الميلان أمام أتليتيكو. كنا ممكن أن نفوز بهذه المباراة، لكن الحكم التركي أفسد المباراة وأفسد ليلة كانت من أفضل ليالي الميلان في سانسيرو. اليوفي هو الآخر يقدم أداء جيد وعاد وفاز أمام تشيلسي، وهذا تشيلسي قدم، لكن هناك أندية أعظم من الميلان والإنتر واليوفي في هذه الأيام، وذلك الوفرة اللاعبين مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، وهؤلاء لديهم اللاعبون الجيدون. لكن إذا كنت تريد أن تتحدث عن هذا الأمر بما يخص الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا، الميلان والإنتر واليوفي يحتاجون عديد من اللاعبين كواليتي مختلف وكواليتي عالي من أجل المنافسات الأوروبية لكي تنافس ريال مدريد وتنافس البي اس جي. بالحديث عن اللاعبين خليني أسألك عن ملفين يمكن أثيروا مؤخرا وأثاروا حالة جدل في نفس الوقت، الكلام على قصة طبعا نجم الميلان زلاتان إبراهيموفيتش وقصة تجديد عقده أو انتهاء علاقته بنادي الميلان. عايز أعرف منك آخر التطورات، وسمعنا النهاردة كمان تقارير بتتكلم على اهتمام البارسا بواحد من نجوم الاي سي ميلان وهو الإيفواري كاسي، ايه حقيقة الأمر وهل دخلت المفاوضات في إطار جدي أو حصل تفاوض واتصال بين مسؤولي الناديين؟ بالنسبة لي إبراهيموفيتش سيكون آخر عام له مع الميلان هذا العام،
ولن chiuderà il bilancio يقوم باولو مالديني بالتجديد لإبراهيموفيتش. لأن إبراهيموفيتش خلال الجلسة الأخيرة مع باولو مالديني وإدارة النادي طلب أكثر من المفترض أن يحصل عليه لاعب في عام 40 عام. إبراهيموفيتش الآن لديه 40 عام. باولو مالديني تحدث معه بالأمس وكانت جلسة مغلقة وتم منع وكيل إبراهيموفيتش من الحضور، وإبراهيموفيتش وافق على ذلك من أجل حب الميلان وجمهور الميلان. لكن الأمور لم تنتهي بالنسبة لإبراهيموفيتش. فيما يتعلق بكاسي، اهتمام برشلونة بلاعب الميلان، لا هذا أمر غير مرغوب فيه. بشكرك شكرا جزيلا ستيفانو رافيليا المذيع بقناة اي سي ميلان طبعا على وجودك معنا على شاشة. واتمنى انا شخصيا طبعا ان الميلان يرجع ينافس بقوة مش بس على مستوى البطولات في ايطاليا. خدوا بالكم الميلان في فترة من فترات كان بينافس ريال مدريد، كانوا اكبر ناديين على مستوى القارة والاكثر حظا للالقاب، واتمنى ان الميلان يرجع مرة ثانية زي ما بيقولوا اون تراك. خلينا نتكلم بقى اكتر على إصابة محمد الشناوي، وكلام كتير حتى يمكن قبل ما نبدأ الحلقة مع الزملاء على إصابة محمد الشناوي. يعني قلنا ننتظر حتى، وزي ما حضراتكم عارفين على شاشة الأهلي ما بنقولش الخبر إلا لما يكون خبر أكيد. الحقيقة دكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول كرة القدم في النادي الأهلي قال إنه محمد الشناوي كابتن الفريق أجرى أشعة سونار ورنين مغناطيسي النهاردة بعد وصول بعثة المنتخب للقاهرة، وتبين وجود تمزق في العضلة الخلفية بيحتاج لفترة علاج تتراوح ما بين 4 لـ5 أسابيع. كمان الشناوي كان اتعرض للإصابة دي خلال مشاركته طبعا في ماتش امبارح أمام ليبيا في تصفيات كأس العالم، وبعد ما وصلت البعثة للقاهرة خضع الشناوي لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي اللي كشفت عن تعرضه لإصابة بالتمزق في العضلة الخلفية، وبيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله عشان يتم تجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات والمباريات الرسمية. كده يعني تأكد بشكل رسمي غياب الشناوي عن مواجهتي دوري الأبطال مع الحرس الوطني، غيابه عن مباريات الدوري إذا أقيمت البطولة في موعدها، وبدأنا بأول 3 ماتشات اللي هم قبل ما يتوجه المنتخب لمواجهة أنجولا والجابون. يعني كده معناها أنه الأول 7 ماتشات تقريبا في مشوار الأهلي في البطولات المختلفة ومع منتخب مصر الشناوي غايب عنهم، سواء الأهلي مع حرس وطني رايح جاي، الأهلي مع اسماعيلي وبعد كده بنك اهلي وبعد كده زمالك، او الماتشين بتوع منتخب مصر في تصفيات كاس العالم اللي فاضلين في المجموعه. الف سلامه شناوي، معلش قدر الله ما شاء فعل، وان شاء الله باذن الله ترجع بسرعه وتكون احسن من الاول. نتكلم بقى على مشوار تصفيات كاس العالم، ونتكلم على المباراه المنتظره والمهمه جدا. احنا بنتكلم على يوم السبت اللي جاي ان شاء الله انطلاقتنا في بطوله دوري ابطال افريقيا مع واحد من نجوم النادي الاهلي كابتن خالد جد الله، هيكون ضيفنا النهارده في السادسه بس بعد الفاصل. لأول مرة من زمان جدا لدرجة أن أنا مش فاكر من إمتى أشوف الناس مجتمعة على حالة السعادة والرضا عن أداء المنتخب الوطني، والموضوع ملوش علاقة الحقيقة لا بالأداء ولا بالنتيجة، ليه علاقة بأنك حسيت أنه دي شخصية منتخب مصر، هو ده المنتخب اللي احنا عايزين نشوفه، هو ده الكرة اللي احنا عايزين نلعبها، وده اللي ظهر بشكل واضح جدا تحديدا في ماتش ليبيا امبارح. يعني مش حتى ماتش القاهره الناس ما كانتش راضيه قوي، لكن امبارح اعتقد كان في اتفاق على اداء المنتخب المصري. الاهم انه يكون دي او نكون احنا لعبنا وقدمنا مستوانا الحقيقي، ما يكونش ده استثناء، ما تكونش حاله طفره وزي ما بيقولوا كده ترجع ريمه لعادتها القديمه. اعتقد زي ما قلت لكم انه مكاسب المباراه امبارح بتتخطى مش بس الـ3 نقاط اللي احنا فزنا بيهم ولا صدرت المجموعه اللي بقت خلاص تقريبا قريبه جدا من المنتخب المصري، لكن بتتخطى ده كمان لبعد حاله الضغط والتوتر اللي عاش فيها المنتخب وعاش فيها الاجهزه الفنيه سواء جهاز حسام البدري السابق او جهاز كارلوس كيروش الحالي، واعتقد ده يساعدنا اكتر عشان نحضر للي جاي. هنتكلم على المنتخب مصر وعلى مشواره وعلى كاس العالم، وبالتاكيد طبعا النادي الاهلي حاضر بما انه خلاص على بعد ايام بسيطه جدا من ضربه البدايه في مشوار دوري ابطال افريقيا مع نجم كبير جدا من نجوم النادي الاهلي كابتن خالد جد الله اللي بيسعدنا ويشرفنا دايما في السادسه. مساء الخير يا كابتن خالد. مساء الخير يا احمد، اهلا وسهلا. بعتقد انه حضرتك بتشاركنا نفس حاله السعاده والرضا عن اداء المنتخب تحديدا بعد مباراه امبارح امام ليبيا واللي كسب فيها المنتخب بنتيجه 3-0. طبعا يعني احنا الحمد لله عرض كويس ونتيجه كويسه، خارج ملعبك كسبت بـ3 اهداف،
ولكن انا ليالي تحفظ برضو الفرحه ما تبقاش كبيره قوي. ليه؟ لان لو قيمنا الفريق الليبي يمكن احنا ادينا له، المنتخب الليبي ادينا له اكتر من حقه قبل الماتشات. هو فريق طبعا اخوه اشقاء، ولكن فريق يعني من الناحيه الفنيه هو متوسط. تمام. فبرضو الحمد لله ان احنا قدرنا نكسب الماتشين، نتصدر المجموعه دي، كلها مكاسب كبيره جدا. ولكن المرحله اللي جايه والمباراه باذن الله بعد ما نتصدر المجموعه ونلعب المباراه الحاسمه، لا لازم يكون ليها اعتبارات تانية. تأكيد. وتجهيز تاني. مظبوط. واهم حاجه في القصه هو تغيير رتم اللعب بتاع اللعبه بتاعنا. احنا برضو رتم اللعب بتاعنا انا بقول عليه رتم بتاع هواه، رتم السرعه بتاعت اللعب، سرعه التحرك سواء بكوره او من غير كوره، ما وصلناش لدرجة المحترفين. وخلي بالك يا أحمد نقطة مهمة جدا، صلاح يمكن من أكتر الناس اللي هتعاني من حتة الريتم اللي أنا بتكلم عليها، أن الريتم مش سريع. صلاح واخد في الدوري الإنجليزي أن هو بيلعب كل حاجة بسرعة. الدوري الإنجليزي أي لعيب كورة الكورة بتقعد في رجله مش أكتر من 5 ثواني. ولازم يكون اتصرف فيها، فطبعا عشان يتصرف فيها يبقى لازم الناس بتتحرك برضو بسرعة. أيوة. عشان يلاقي حلول يقدر يباصي الكورة. صلاح مش لاقي دي هنا. اللعب بطيء شوية، عشان كده يمكن مش قادر يتأقلم. صلاح ليفربول مش ظاهر مع منتخب مصر، والناس يمكن اتكلمت على ده في الماتش دي من اهم الاسباب. ومش صلاح بس، اوباميانج في الجابون. نفس مستوى صلاح ونفس الصوره اللي بيظهر بيها صلاح. اوباميانج مع منتخب الجابون نفس الكلام. مش لاقي نفسه. ليه؟ الريتم ابطا من اللي هو متعود ان هو بيلعب عليه. وصلاح نفس الكلام. يمكن الكوره الوحيده اللي صلاح امبارح لعبها بالريتم بتاعه اللي هو الثرو باس اللي ادى رمضان صبحي وجاب الجون، استلم مشي باصه على طول، مفيش في 3-4 ثواني. أيوه. انما لما الكره بتجيله وبيقف وبيستنى والناس ما حدش بيتحرك وبعدين عشان يلعب هو بيطلع بره المود بتاعه. طيب السؤال المهم هنا، الاداء اللي احنا شفناه امبارح، انا مدرك تماما انه مفيش اي مدير فني ممكن في ماتشين وفي اسبوعين ثلاثة حتى يقدر ينقل فكر وينقل ويحفظ طريقه ويكتشف قدرات لاعبته ويحط خطط مناسبه لكل، لكن في النهايه اللي احنا شفناه امبارح نقدر نقول ان احنا اعاده اكتشاف او بدايه اكتشاف لشخصيه وهويه المنتخب المصري اللي افتقدها لفترات طويله جدا، ولا الاداء جه بالصدفه نتيجه الظروف وسير المباراه ومستوى المنافس؟ لا، هو الاداء ما جاش بالصدفه. هو زي ما انت قلت الوقت قصير على كيروش ان احنا نقدر نحكم عليه كفكر واللعيبه بتنفذ فكره ولا لسه. ولكن اختياراته كويسه، رؤيته لامكانيات اللعيبه وتوظيفهم داخل الملعب. أيوة. واختياراته كلها سليمه بنسبه 95%. انا هقف مع اختياراته دي، احطها بين قوسين كده، عشان اختياراته دي تحديدا كانت واحده من البوابات اللي فتحت عليه هجوم شديد جدا قبل الماتشين. قبل الماتشين، ولكن بعد الماتشين اكيد الناس اقتنعت ان اختياراته. وبعدين هو الحاجه الكويسه فيه ايه؟ ان اللي هو اللي بيشوفه مش زي الناس اللي بتشوفه. هو مش شرط ان المدير الفني اللي الناس كلها بتقوله يمشي عليه، لان اكيد هو ليه وجهه نظر تاني. تمام. بمعنى ايه؟ ان مثلا كيروش لو اي مدرب اي مدير فني غيره في مباراه امبارح، انا في كل الاستوديوهات التحليليه وكل الناس اللي اتكلمت على الماتش قال لك يلعب 3 ديفندر في نص الملعب، طارق والسوليه ونين. مفيش الكلام ده. هو ما عندوش الكلام ده، ودي من الحاجات اللي عجبتني جدا فيه. لعب بنفس السيستم وبنفس النظام، وفي بلاي ميكر في نص الملعب موجود سواء بره او جوه. احنا عشان كده امبارح كسبنا، ان انت اديت انطباع للعيبه ان انت مش نازل عشان تدافع وعشان تخسر. انت كسبت هنا بالمجموعه دي، رحت ما غيرتش، الطريقه هي هي، اختياراتك هي هي، توظيف اللعيبه هو هو، تمام، قدرت ان انت توصل للجون وتجيب 3 اجوان. فهي كرة مش حفظ، احنا بره بلعب بره احط 3 ديفندر، لا، هي الكوره مش كده. الناس الاجانب مقتنعين بحاجه، وهي الكوره الحديثه هي كده. وانا معايا الكوره بهاجم، وانا معيش الكوره بدافع. ال10 لعيبه اللي موجودين في الملعب سواء بلعب بقى في ملعبي او بلعب خارج ملعبي. وهو ده اللي عمله امبارح ونجح فيه بشكل كبير جدا. خلي بالك اللعيبه مقتنعه عشان بتادي بشكل كويس، فهي مقتنعه بفكر الراجل وبطريقه تفكيره. متفائل بيه انت كابتن خالد؟ هو مدرب كويس. مدرب كويس. طبعا. وانا اتمنى بس حته الريتم ان هي تتغير، وحته الريتم دي مسؤول فيها برضو اللعيبه. خلينا نبقى متفقين، المنتخب عشان نروح للمستوى اللي بعده، يعني مع كامل التقدير والاحترام مش بس منتخب ليبيا، كل المنتخبات اللي احنا لعبنا معاها سواء في تصفيات افريقيا
او تصفيات كاس العالم، انت لسه ما قابلتش المنافس اللي تقدر تختبر وتقيس بيه الفرق الثقيله. الفرق الثقيله بالظبط، وده هيحصل في مارس اللي جاي وهيحصل في امم افريقيا، ده ما فيش شك فيه. طيب انا اتكلمت معاك عن كارلوس كيلوش، هرجع مره ثانيه ليه وهرجع للعيبه، بس خلينا افكر برضو مشاهدينا بسؤال حلقتنا الموجود على السوشيال ميديا. مين من وجهه نظركم افضل لاعبي المنتخب اللي قدم مستوى كويس في المباراتين اللي واجهنا فيهم ليبيا؟ وبالتاكيد لازم نسمع راي كابتن خالد. والله اول في مفاجات الاول يعني عمر مرموش. مرموش طبعاً. من اختيار طبعا موفق جدا، والولد كويس، لعيب كويس وعنده امكانيات كويسه، وباذن الله مع الماتشات وكل ما هياخد على منتخب مصر هيأدي بشكل احسن بكتير جدا، ولكن مؤهلاته تؤهله ان هو يكون موجود. فده برضو عين كويسه من كيروش او اي حد من الجهاز الفني اللي هو استدعى عمر مرموش، لان هو كان موجود، وبعدين ده سنه سن اولمبي ما شفناهوش في المنتخب الاولمبي حتى. يعني في المنتخب الاولمبي ده كان علامه استفهام كبيره، وفي منتخب مصر ما شفناهوش، وهو ده فرق بين اي مدير فني ومدير فني تاني. صحيح. العين بتوفر لك، العين لما بتكون اختياراتها مظبوطه توفر لك حاجات كتيره جدا، وقت، وتوفر لك نتائج، وتوفر لك نجاح، كل حاجه. في حد لا يستحق التواجد في منتخب مصر من وجهه نظرك، او ممكن يكون ليه بديل خارج القائمه من وجهه نظر كابتن خالد جد الله افضل في الفتره الحاليه؟ لا يعني انا متهيألي المجموعه اللي موجوده بنسبه كبيره لا هم احسن ناس يكونوا موجودين. انا بس نفسي نلاقي برضو حد في نص الملعب كهاف باك ديفندر، وجه جديد يكون موجود، يبقى اضافه مع اللعيبه اللي موجودين. كابتن خالد يرشح مين؟ ارشح لعيب الجيش اسمه مهند لاشين. مهند لاشين لو ظهر بالصوره اللي لعب بيها قدام النادي الاهلي في ماتش السوبر، لان انا اعجبت بيه جدا، عمل ماتش هايل، مجهوده كبير جدا، توقيتاته في الدخول وفي قطع الكوره هايله. لعيب بيجري 90 دقيقه، فكل ما هنشوف، هي وظيفه اي مدير فني ان هو يقدم لك وجوه جديده. اصل احنا مش هنفضل يعني بنفس الناس، طب ما نزود شويه، يعني عندي 3 ديفندر، لما يبقوا 5 مفيش مشكله. صحيح. وبعدين دي هترجع بالفايده على المنتخب، ان انت هتختار احسن ناس بقى يعني. لا وانا بيتهيألي كمان ان هو عنده اريحيه انه ما دخلش لسه في لعبه الانتماءات والجماهيريه. بالزبط. يعني هو بيشوف اللعيبه بعين كره قدم صرفه، مش داخل فيها اي ضغوط او اي انحيازات لاي شيء، ما بيحطش اي اعتبارات. بالزبط. غير اعتبارات فنيه. ودي اول حاجه، يعني اول خطوه توصلك للنجاح. انت هو بتلاقيه ما يعرفش ده بيلعب في الاهلي ولا في الزمالك ولا في الاسماعيلي، هو بيشوف وبيحكم وبيختار. انا عجباني عينه كويسه، اختياراته كويسه. الحته الثانيه تقييمه او تحليله لامكانيات الفريق الليبي. ما هو برضو قاس فرقه ليبيا كويس، عرف امكانياتها وعرف يتعامل معاها في الماتش الثاني بالذات، ان انت بتلعب بنهاجم 3 فراوده قدام، تحتيهم واحد بلاي ميكر، 2 ديفندر، يعني ما غيرش. فهو ما كانش خايف من مستوى الفريق الليبي. والمدير الفني الناجح اللي هو دايما بيقيس امكانيات فرقته وامكانيات الفرقه اللي هيلعبها، عشان يقدر يختار طريقه اللعب، ويقدر يختار اللعيبه، ويقدر يختار تشكيل اللعيبه. لو جيت اقول لحضرتك سريعا جدا، يعني بدون دخول في تفاصيل، اهم الفوارق اللي لاحظتها في منتخب مصر تحت قياده حسام البدري وتحت قياده كارلوس كيروش؟ هو فارق واحد، يعني اللعيبه في اقتناع بالمدرب اكتر من الاول. في اقتناع بفكر المدرب وامكانيات المدرب واسم المدرب، ففي ارتياحيه في اللعب. اللعيبه بتلعب وهي مستريحه وهي مقتنعه، ودي حاجه مهمه جدا. تقييمك لعبد الله السعيد في الماتشين؟ عبد الله يعني متوسط. متوسط. شايف في حد تاني لازم يدخل مع عبد الله في الفتره اللي جايه؟ طبعا لازم. ده لازم، مش يعني دي ما فيهاش كلام، مش رفاهيه يعني. لا مش رفاهيه، لان عبد الله طبعا عبد الله من اللعيبه الكبار جدا، موهبه كبيره جدا، ولكن عنده مشاكل في الوقت الحالي. اول حاجه وزنه، يعني وزنه اول، مش سنه. لا وزن عبد الله، عبد الله لازم ينزل عن كده، لان هيستريح وهيحس ان هو فايق اكتر. فلازم ينزل الوزن، حته الوزن بتاعت عبد الله السعيد. نمره 2، لازم يكون واحد تاني موجود في الحته دي، على اساس ان لما تيجي عبد الله ما تلاقيه مش قادر او وحش او بتاع، يبقى عندك الحلول. طالما انت ارتضيت ان انت يكون في صانع لعب يكون موجود وسط فرقتك يقدر يلعبك. انا عندي الحلول، لو هو ما لقاش انا عندي الحل. على فكره النني، انا جيت معاك في حلقه للمنتخب الاولمبي لما كان هياخد لعيبه، وقلت لك النني يروح.
انني من اللعيبه، لان هو اشتغل معايا في وقت من 2010 2011 هو ومحمد صلاح، وانا كنت ماسك المقاولين العربي، انني من اللعيبه اللي كورتهم حلوه قوي قوي، ويمكن عنده حاجات هو مش مكتشفها لسه في نفسه. انني لو لعب في المكان ده هينجح بشكل كبير جدا، وهيلعب الناس بشكل كويس جدا، وبيشوط كويس جدا. يعني انت مش هتفرقه عن عبد الله السعيد لو لعب تحت راس الحربه كبلاي ميكر متقدم. طيب عن اللي جاي، ولاول مره من فتره طويله تبقى الامور مرتاحه، ويبقى في حاله هدوء، ويبقى في حاله تفاؤل كمان باللي جاي. عندنا وقت كويس نحضر، تخلصنا من حاله الضغوط والتوتر وحسابات الارقام. عندنا مرحله مهمه جدا وصعبه جدا هنختبر فيها، نقدر نقول مقياس حقيقي لاختبار قوه المنتخب المصري، ازاي نحضر لها ونستعد لها، وازاي يستفيد كارلوس كيروش بيها. ده سؤالي لحضرتك، بس بعد ما نروح لفصل ونرجع على طول. مره تانية برحب بحضراتكم، برحب بنجمنا الكبير طبعا كابتن خالد جدالة. مره تانية اهلا بيك كابتن. اهلا بيك يا احمد. سريعا جدا قبل ما اقفل صفحه المنتخب عندي سؤالين. السؤال الاول باللي جاي، شايف ايه الطريقه الامثل من وجهه نظر كابتن خالد اللي يحضر بيها المنتخب بقى في فتره خاليه من الضغوط، ووقت الى حد ما اعتقد انه كافي جدا للمدير الفني كارلوس كيروش ان يخش على الاختبارات اللي بجد، سواء يعني انا ما بعتبرش كاس العرب بطوله، لانه خصوصا كمان محترفين مش هيشاركوا فيها، لكن اعتقد انه المحك الرئيسي هيبقى ده امم افريقيا، وطبعا المواجهه المصيريه في مارس اللي جاي مع واحد من التسع الكبار في افريقيا في محطه اخيره قبل الوصول لكاس العالم. هو من الواضح ان كيروش هو بيخطط للفتره اللي جايه بشكل كويس. اول حاجه طلب من اتحاد الكوره ان عايز الدوري يبقى فيه ثلاث جولات يتلعبوا. هو ليه طلب الكلام ده؟ عشان يتفرج على اكبر قدر من اللعيبه. هو لغايه دلوقتي ما اتفرجش؟ لا لسه، يعني مش كله، يعني اتفرج على، يعني اتفرج على النادي الاهلي، اتفرج على ماتش السوبر الاهلي طلع الجيش، ما اتفرجش لا كتير. اقصد اقول ما شافش القماشه، لا يعني لسه. يعني الراجل برضو الى حد كبير يعني هيختار طبقا للمعايير اللي هو حاططها او شايفها في احتياجاته للعيبه، مش هيبقى مرتبط اكتر ده نادي جماهيري ده نجم شباك. لا مش هيبقى مرتبط يعني بكده خالص. هو هيختار اللعيبه اللي هتنجحه. أيوه. اللي هتنجحه وتنجح منتخب مصر بغض النظر بقى عن انتماءات اللعيبه ايه وبتلعب فين. اي لعيب كويس شايف ان هو هيبقى اضافه هياخده، لان هو بيفكر كده دايما. يعني الاجانب ما عندهمش العاطفه. هو عايز ينجح وعايز ينجح المنظومه اللي هو بيشتغل فيها اللي هي منتخب مصر، وعامل عايز يعمل خطوه كويسه تنضاف للسي في بتاعه، فهيستعين باي حد هينجحه. فطبعا عايز يتفرج على اكبر كم من اللعيبه، وواضح ان هو زي برضو انا ما قلت معاك في حلقات قبل كده ان هو عايز معسكرات عشان يشتغل قبل المواجهات. أيوه. وده لازم، ده وضع طبيعي، واحنا عانينا من القصه دي في الفترة اللي كان موجود فيها حسام، ما كانش عنده الوقت او هو ما عملش معسكرات قبل اللقاءات، فكان عشان كده الشكل ما كانش كويس. فهو واضح ان هو بيحط برامج كويسة، لان برضو مدرب المنتخب اي واحد بيمسك منتخب لازم يبقى عارف الاجندة ايه، ويخطط للخطوات اللي هو هيخطوها بشكل كويس، سواء من معسكرات، من مباريات ودية، من تدريبات، من وحدات تدريبية، ده كل ده بيبقى التجهيز لغاية لما بإذن الله نوصل للماتش اللي هو القوي اللي انت قلت عليه. طيب اللقطة اللي يمكن شغلة الناس قوي، ويمكن حتى كانت حديث جمهور الكرة على السوشيال ميديا، لقطة الحضري والشناوي، شفتها ازاي كابتن خالد؟ وهل من الممكن انه، انا طبعا ما فيش شك انه يعني ما اعتقدش يعني ده تقديري انه يبقى في نية مبيتة لا قدر الله انه اللي يبقى اللعيب يلعب في المنتخب يتأذي، لكن ازاي شفت مشاركة الشناوي وتعرضه لإصابة؟ لان يمكن قبل دخول حضرتك على طول احنا يمكن قلنا لجمهور النادي الاهلي على بشكل رسمي انه الشناوي هغيب عن الاهلي في فترة مهمة جدا، طبعا نتكلم في 4 أو 5 أسابيع. احنا يعني النادي الاهلي هو اللي هيدفع الفاتورة بتاعت الإصابة دي. مين هيحاسب على الفاتورة؟ طيب طبعا يعني هيغيب عننا في ماتشات مهمة جدا. ده ممكن حتى الثلاث ماتشات، يعني الماتشين بتوع افريقيا دول ممكن يغيب عنهم. هو هيغيب عنهم اكيد، والثلاث ماتشات بتوع الدوري ممكن برضو يغيب عنهم. ولكن بخبرة محمد الشناوي والجهاز، انا ما ينفعش العب، وانا حتى انا سمعت ان كان عنده تقل، بيشتكي من تقل في العضله. ما هو التقل ده بدايه الاصابه. يعني انا لما احس تقل في اي عضله من عضلات رجليه دي بدايه الاصابه. هو يبدو المعلومات اللي عندنا كابتن خالد انه محمد طلب ده بالفعل، هو طلب انه يعني انه ما يشاركش في المباراه، طلب انه ما يشاركش او قال انه هو بيشتكي من انه مش جاهز او يعني والجهاز لعبه. طب يعني هو ده السؤال بقى، هو ده اللي بساله، كلام. هل ده وارد؟ لا مش هل ده وارد. السيناريو وارد؟ لا لا لا. لا لو حصل كده ده مش في الكوره ولا في، يبقى يعني يبقى الناس بتشتغل، معلش سوري في الكلمه،
مش فاهمة حاجة. لا ما ينفعش. أنا الحارس الأساسي بتاعي بيشتكي، ما أنا عندي، أنا منتخب مصر، أنا مش في نادي، أنا عندي جوان تانية، طب ما أنا أريحه والمباراة برضو في المتناول، مش هي يعني، إنما عشان ما خسروش. وإنما لو هو اشتكى وما كانش عايز يلعب والجهاز لعبه، لا دي ما تعديش كده يعني، النقطة دي ما تعديش كده خالص يعني. لان ده منتخب مصر وده احسن 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 جون في مصر، وبعدين احنا دلوقتي النادي الاهلي هو اللي هيدفع الفاتور يعني. طب تيجي ازاي يعني؟ هو بيشتكي وعنده تقل وطفر عنده ايه، طالما اشتكى يبقى لازم يريح. ليه؟ لان عندك اجوان تانية والماتش مش تقيل قوي وهنعديه. اللي يسأل فيها مين؟ الهيد كوتش يعني كله. كارلوس كيروش ولا كابتن عصام حمدي المدرب؟ لو وصلته المعلومة ان هو حاسس ان هو مش سليم او في حاجة بيشتكي منها، يبقى هو مسؤول. لو وصلته المعلومة انها ممكن ما تكونش وصلته المعلومة، يبقى اللي وصله المعلومة سواء كان بقى مدرب الحراس سواء اي حد ولاعبه، لا يبقى هو غلط غلط كبير جدا ينم ان ما فيش خبرة. طيب انقل مع حضرتك على ملف الاهلي. عندنا كمان ايام قليلة جدا، السبت اللي جاي تحديدا انطلاقة مشوار امام الحرس الوطني. في ناس كتير جدا مش عارف ليه يعني انا بالذات في افريقيا ما بحبش فكره استسهال الماتشات دي، لانه كمان التجارب علمتنا انه ما فيش في افريقيا خصم مهما كان حجمه واسمه ضعيف. لكن خلينا نقول ازاي بتشوف بدايه المشوار، وخصوصا انه في بعض الاخبار اللي الناس بتتكلم النهارده على موسيماني، على تجديد موسيماني، على اتفاقه مع اداره النادي الاهلي من عدم، وعلى وجود مفاوضات على بعض الشروط. هل شايف ان ده كله ممكن يكون له تاثير على المباراه بتاعت يوم السبت؟ لا لا، الحاجات دي ما بيكونش ليها تاثير خالص على لعيبه النادي الاهلي ولا النادي الاهلي على مدار التاريخ يعني. اي حاجه بتبقى على جنب كده فيها كلام بتاع بتتنسي طالما النادي الاهلي بياخد مباريات. ولكن زي ما انت قلت موسيماني بقى نجم يعني، ما فيش ولا مدير فني بسمع اي خبر عنه في اي فرقه من فرق الدوري الممتاز. لكن مستر موسيماني نجم الاعلام. أيوة نجم الاعلام والله بجد. يعني طول النهار الناس بتتكلم عن موسيماني راح مش عارف فين، موسيماني جه منين، موسيماني هيجدد، موسيماني مش هيجدد، جاي له عرض، يعني طول النهار الناس بتتكلم على موسيماني. هو موجود والامور كلها هاديه وباذن الله كل حاجه هتمشي كويس. انت زي ما قلت ما فيش ماتش سهل بالذات فعلا في افريقيا، حتى لو فرقه النيجر الحرس الوطني من الناحيه الفنيه قليله. ولكن هناك مؤثرات تقلقك. سوء ارضيه حاله الملعب ده يخوف، ملعب سيء جدا، الحكم ممكن برضه يقلقك يعني. فما فيش ماتش سهل، لازم نخلي بالنا ولازم يبقى اللعيبه في قمه التركيز عشان باذن الله نعدي الماتشين دول. الاهلي عنده بدايه موسم يعني انت بتلعب ماتشين في افريقيا رايح جاي، هنروح النيجر وبعد كده فرقه الحرس الوطني الجن هنا في القاهره، وبعد كده تخش في بدايه موسم بقى تلعب ثلاث ماتشات في منتهى القوه، وان كان طبعا يعني غياب الشناوي عنهم اعتقد الشناوي برضو يعني مصدر قوه كبيره جدا في فرقه الاهلي. هتبتدي مع الاسماعيلي ثم البنك الاهلي ثم الزمالك. ازاي بتشوف البدايه في الموسم ده، وخصوصا بعد طبعا التدعيمات اللي عملها النادي الاهلي في السكواد بتاعته؟ لا يعني باذن الله بدايه، انا ببقى سعيد قوي بالماتشات الجامده يعني. ليه؟ لان دي بيبقى لو اكتستها وكسبتها ده بيبقى بتحط رجلك ان انت تكسب بطوله الدوري. فانا اتمنى ان اول 7-8 اسابيع يبقوا مع فرق جامده يعني، اسماعيلي فريق قوي، بنك اهلي، زمالك. لو عدينا الثلاث ماتشات دول وقدرنا نكسبهم بيدوك اولا ثقه كبيره جدا، نمره 2 بتحط رجلك ان انت ماشي على الخط المظبوط ان انت تكسب البطوله اللي فقدناها السنه اللي فاتت. طيب عايز اتكلم مع حضرتك كوره شويه يعني. هسيب شويه حته النتائج والارقام والبطولات. تمام، احنا الجمهور الاهلي بنسبه كبيره جدا الاغلبيه الكاسحه راضيه جدا جدا بما انجزه مستر موسيماني مع الاهلي في السنه الاخيره على مدار الموسمين يعني، سواء البطولتين بتوع افريقيا، مشوارنا في كاس عالم، دوري وكاس، سوبر افريقيا. لكن على مستوى الكوره كابتن خالد جدالله مستني ايه من فرقه النادي الاهلي تحت قياده موسيماني في الموسم اللي جاي، على مستوى الاداء، على مستوى المتعه، على مستوى اللعب نفسه؟ احنا دايما عايزين نشوف فرقه النادي الاهلي بتلعب كره حلوه وبنكسب وبناخد بطولات يعني. احنا يمكن طماعين شويه. وجمهور النادي الاهلي طماع شويه، بيبقى عايز الثلاث حاجات، عايز بطوله، اي بطوله بتشترك فيها عايز نكسبها. وانا كمان منهم، انا من الجمهور دلوقتي. تمام. يعني نمره 2 عايز عرض كويس تبقى مبسوط بالاداء، سواء كان الاداء على المستوى الفردي او الجماعي. نمره 3 ان انت تكسب. فانا اتمنى
اتمنى السنه دي باذن الله تعالى ان اللعيبه تتعلم من البطولتين اللي خسرناهم اللي زعلونا جدا، لان احنا مثلا بطوله الدوري اللي فات خسرناها في 3 ماتشات في 3 ماتشات بالظبط، يعني اخر 3 ماتشات خسرناها، بطوله السوبر برضو خسرناها. فاتمنى ان كل ماتش من اول دقيقه لاخر دقيقه يلعبوا بتركيز عالي جدا، يلعبوا بالريتم بتاع النادي الاهلي، لان النادي الاهلي لما بيفقد رتم السرعه بتاعه بيبقى زيه زي اي فرقه. دايما على مدار التاريخ اللي بيفرق النادي الاهلي وفرق النادي الاهلي حتى في كل الالعاب هو السرعه والريتم السريع. ما حدش يقدر يجاريك لو انت لعبت كده، ما حدش هيقدر يجاريك على مستوى الدوري، ما فيش فرقه تقدر تجاريك. ولكن لما الريتم بيقل ونوصل لمرحله التروت والجري الخفيف والكلام ده، لا بتبقى زيك زي اي فرقه. فاتمنى من اول بطوله الدوري لما تبتدي لعبت النادي الاهلي تعتبر ان اول ماتش في الدوري هو نهائي الدوري. كل ماتش يلعبوه كده. ليه بتكلم اللعيبه بس يا كابتن خالد؟ ما هو اللعيبه ليه مش بتكلم مستر موسيماني؟ لا، مستر موسيماني من المدربين الهايلين، مدير فني هايل، ولكن مش موسيماني بس، اي مدير فني بيرتبط نجاحه باقدام اللاعبين وبدرجه تنفيذ اللعيبه جوه الملعب. انت ممكن كمدير فني تقول كل حاجه، وبعدين قصه المدير الفني، المدير الفني ما بيقولش، بيقول خطوط عريضه لاي ماتش من الماتشات. لعيب الكوره جوه الملعب هو بيبقى عنده بقى حريه الاختيار في القرارات اللي بيختارها جوه الملعب، ولكن في خطوط عريضه من ناحيه طريقه اللعب، من ناحيه خطه اللعب، من ناحيه الريتم، كل الكلام ده بيتحط من قبل المدير الفني، ولكن مين اللي بينفذ؟ اللعيبه. فانا دايما اقول ايه؟ في النجاح مدير الفني انا اديله 40%، لعيبه اديها 60%. في الفشل نفس الكلام، لعيبه 60% ومدير فني، لان هم 40%، لان هم اللي بينفذوا وهم اللي جوه، اللي هم في الملعب. ليه؟ لان كره القدم ما فيهاش ثوابت. المواقف اللي بيتعرض لها اللعيب جوه الملعب كل ثانية دي مواقف متغيرة. فإن ما كانتش القرارات اللي هو بياخدها قرارات مظبوطة من خلال الخطوط العريضة اللي حطتها المدير الفني، يبقى هو يتحمل مسؤولية. رأيك في الصفقات الأهلي الجديدة، ومين الصفقات اللي كابتن خالد جدالة مستني إنها تعمل فارق مع الأهلي في الموسم الجديد؟ كلهم على فكرة الصفقة، يعني حسام حسن بس لازم يدوس على نفسه شوية. وأنا يمكن برضو كنت معاك في حلقة قبل كده قلنا على أحمد عبد القادر وعلى عمار حمدي، قلت إن اللعب في وسط فرق مثلا في سموحة والاتحاد السكندري، لما هتلعب قدام فرق تانية في الدوري الدنيا المساحات بتبقى مفتوحة والماتشات بتبقى الأجريشن بيبقى أعلى بالظبط، غير لما تلعب قدام مع النادي الأهلي كل الفرق بتلعب قدامك ديفنس جيم، تمام، مش هتلاقي المساحات، فمحتاجة بقى تركيز أكتر، مجهود أكتر، صفات إرادية بشكل كبير جدا، يبقى عندي إرادة فكل اللعيبة الجداد صفقات لازم تتحط على تعرف الكلام ده وتنفذ. حسام حسن مهاجم هايل وهداف هايل وراس حربة هايل، هيبقى مع محمد شريف إضافة كبيرة جدا. بيرسي تاو اللعيب الثاني ميكي سوني لعيب كويس قوي على فكرة، ميكي سوني ده شفته اتفرجت عليه بس أنا برضو من وجهة نظري هو ما لعبش على الجناب، ما عندوش المقومات انه يلعب ناحيه الشمال او ناحيه اليمين، عايز يلعب في العمق بالظبط. يعني يبقى هو مع قفشه، ايوه هو مع قفشه كويس يلعب، عندك الحله قفشه شويه، هو في الحته دي هيبقى كويس، لان هو كورته كويسه، مساحه الرؤيه بالنسبه لعينيه بيبقى كاشف مساحات كبيره جدا في الملعب، انما ما عندوش سرعه على الاطراف، ما عندوش، فانت ما تحطوش على الطرف، لان الطرف ده ليه مقومات، لازم ابقى سريع ولازم اقدر عندي ان انا ازاي اروح وافوت واعمل كروس، هو ما عندوش الحته دي. انما كورته كويسه وبيعرف يباصي الكوره كويس في المساحات اللي المفروض الكوره تلعب فيها. فطبعا هتبقى اضافات كويسه. متوقع شكل المنافسه على البطوله السنه دي تبقى ازاي يا كابتن خالد على الدوري تحديدا؟ هترجع للاعبتنا. لو الكلام اللي انا قلته ده اتعمل من اول ماتش صدقني مش هيبقى فيه منافسه. مش هيبقى فيه منافسه، يعني رتم عالي، سرعة في الأداء، تركيز، صفات إرادية وسمات إرادية عالية جدا. يعني إيه؟ يعني أي كرة مشتركة أنا بخش أخدها لأنها لعيبة النادي الأهلي ولابس فانيلة النادي الأهلي. لو الكلام ده حصل مفيش منافسة. مش هيبقى فيه منافسة. بمناسبة الكلام عن الدوري، السنة دي أول مرة تتعمل بطولة تحت يعني مظلة رابطة الأندية. ويمكن شفنا القرعة النهاردة، يعني أعتقد إنها بداية مبشرة، تقول إن في اختلاف. إيه المطلوب من الرابطة السنة دي عشان يكون موسم ناجح
وتكون بطولة الدوري بطولة في المكان اللي تستحقها يعني كابتن خالد. انتظام المسابقة يعني من هتبتدي امتى وتخلص امتى، طبعا دي عملية صعبة جدا في ظل الارتباطات، ولكن احنا نأمل ان ده يحصل. نمرة اتنين شفنا موضوع يعني هم عايزين يعملوا حاجات كويسة، موضوع البث التلفزيوني والاتش دي والحاجات الجمهور موجود 1000 لكل فرقة، فدي من الحاجات الكويسة. أنا أتمنى هم عايزين يعملوا حاجات كويسة، أتمنى أن الظروف تساعدهم أن هم ينجحوا، وأتمنى أن مستوى الدوري المصري نشوفه أحسن برضو من السنين اللي فاتت. أيوة. الحاجات اللي مش عايز تشوفها بتتكرر من الموسم اللي فات، يعني السنة اللي فاتت كان في كلام كتير جدا على عدد من السلبيات في البطولة، إيه اللي كابتن خادم يحبش يشوفه بيحصل السنة دي أو يتكرر مرة تانية؟ التوقفات اللي ملهاش لازمة. السنة الجاية كلها توقفات يا كابتن خالد، نبقى عارفينها تبقى. أيوة. يبقى معمول حسابها. اخطاء التحكيم، التحكيم فعلا عادي، الحكام بشر، مفيش حد ما بيغلطش، ولكن برضو ليها ليميت. يعني انت بتقول التحكيم شغال، انا متفائل جدا بوجود الكابتن عصام عبد الفتاح، صحيح، لانه من الناس المحترمه جدا وفاهم جدا وعنده ضمير وبيشتغل وبيبتكر، فدي من الحاجات اللي تطمني لان انا عارفه. فاتمنى باذن الله ان التحكيم يكون فيه استقرار، وحكامنا اللي احنا دايما بنعتز بيهم يكونوا برضو ايه على قدر المسؤوليه، والاخطاء تبقى قليله شويه. هرجع تاني لفرقه النادي الاهلي، وكنا بنتكلم على الكره وتطوير الاداء، وحضرتك قلت اتكلمت على الايقاع والريتم. ناس كتير جدا بتاخد على او كانت بتاخد على مستر موسيماني، ودي نقطه كانت برضو ناس بتشوفها ايجابيه، فكره انه الاهلي بيغير طريقه لعبه دايما على حسب المنافس. ناس شايفه انه الامكانيات او الاسماء اللي اتضافت على فرقه النادي الاهلي تسمح له انه يرجعنا لزمن الكره الهجوميه بصرف النظر عن اسم المنافس. مع الفكر ده، وهل انت مع انه الاهلي مفترض انه الموسم الجديد يغير من طريقه لعبه اللي كانت بتميل اكتر ناحيه التامين الدفاعي، كان بيبقى فيها تحفظ نوعا ما، كانت الكره الهجوميه الشامله بتاعه النادي الاهلي مش واضحه فيها بشكل كامل؟ لا، احنا ما عندناش عذر ان احنا ما نلعبش كره هجوميه، ده احنا لازم نلعب كره هجوميه، لان انت عندك من الامكانيات لعيبتك من احسن اللعيبه اللي موجوده في مصر، بس عشان تلعب كره هجوميه وتبقى مؤثر لازم الحاجات اللي انا اتكلمت فيها. بلعب بسرعه، مفيش بساط بالعرض كتير ولا بساط ورا، الباص لقدام، معنى كلمه الباص لقدام يبقى لازم التحرك لقدام، لازم الناس المهاجمين تتحرك خلف المدافعين عشان يبان خطورتهم، ما يسقطوش كتير، واللعب اللي هو العشوائي السلبي اللي ملوش يبقى لازمه. يعني انا بقول دايما عايزين نبقى فرقه اجريسيف شويه في الهجوم واجريسيف شويه في الدفاع. تتوقع ان الفتره اللي بين الموسمين كانت كافيه؟ بفتكر ان احنا السنين طويله جدا كان الاهلي دايما قبل الموسم يعمل معسكر بره ويلعب مع فريق بره، مره مش عارف في المانيا ومره في انجلترا ومره في النمسا ومره في اسبانيا. وطبعا الظروف كتيره جدا ده بقاش بيحصل، حتى المواسم بقت تقريبا متلاحمه مع بعضها. هل شايف انه الفتره اللي فاتت دي كانت كافيه لمستر موسيماني انه يعمل فتره استعداد ويحضر الفرقه الموسم الجديد ويدخل العناصر؟ انت دخل عندك عدد مش قليل، يعني بتكلم على 2 افارقه، كريم وحسام حسن من جوه، عدد من المعارين رجعوا للفرقه مره تانية، فبتكلم على فرقه تانية دخلت، قدر يدخلهم او يستغل الفتره دي في انه يدخل اللعيبه دي في نسيج او في قماشه النادي الاهلي؟ هي الفتره كافيه جدا، والمفروض ان هم كل اللعيبه الجديده مع اللعيبه القدام مع اللعيبه الصغيره يكونوا دخلوا كلهم في بوتقه واحده. مجلس اداره النادي الاهلي بقياده كابتن طبعا محمود الخطيب عمل كل حاجه، تدعيمات جاب مع فرقه اساسا مش محتاجه تدعيمات، ولكن احنا مجلس اداره شايف والكابتن محمود شايف ان لا ندعم عشان الاحسن. ايوه. اللي فاضل دلوقتي اللعيبه. لعيبه زي ما قلت تاني، رتم عالي، سرعه، سمات اراديه على مستوى عالي، اي كره مشتركه ناخدها، نهاجم كويس جدا، نضغط اي فرقه على مستوى الدوري المحلي في نص ملعبها، لان مفيش انا من وجهه نظري مفيش فرقه تقلقنا. مفيش. وبعدين دلوقتي الكوره مفيهاش مفاجآت، احنا زمان على ايامنا ممكن كان في مفاجآت، يعني ممكن ليه؟ لان كان في لعيبه كتيره كويسه في العديد من الفرق. دلوقتي الميزان الفني واضح، بس هو مرتبط بينا احنا هنبقى كويسين وعايزين، ما حدش هيقف. مفيش فرقه تقلنا محليا على مستوى المحلي؟ لا لا خالص. طب افريقيا؟ افريقيا ممكن، مفيش برضه، بس ممكن في المراحل الاخيره ممكن ان انت تبتدي بقى تفكر وتبتدي تشوف اللي قدامك عامل ازاي، ولكن على المستوى المحلي
معلش انا يمكن ما احنا ممكن ناخد الدوري ده بعد يعني ماتشين ثلاثه من الدور الاولاني. تشكيل امثل من وجهه نظر كابتن خالد جدالله؟ التشكيل الامثل والله مين هيقعد ومين هيلعب اساسي، مين ورقه رابحه عندك؟ كلهم ممكن يلعبوا كله يعني ما فيش اسماء. احنا عندنا امكانيات ولاعيبه كويسه جدا جدا، بس هي بتفرق بقى على حاله كل واحد من الاهلاويه. النهارده قاعد بيقول التشكيل الاساسي من وجهه نظره ما ينفعش. بس دي بتبقى تكهنات كده لذيذه يعني عشان يبقى التسليه، ولكن حاله كل لعيب في الوقت ده ايه؟ أيوة. مين اللي بيعرف الكلام ده؟ المدير الفني هو اللي بيمرن، وهو اللي شايف، وهو اللي بيقيم كل لعيب واصل لغايه فين، فما نقدرش نقول. ولكن لعيبه النادي الاهلي كلهم يستطيعوا ان هم يبتدوا اي ماتش. وبيتهيالي انه الاضافات اللي عملتها الاداره مع الفريق دي يعني هتسخن الدنيا شويه، يعني هتخلي المنافسه بين اللعيبه واللي في نفس المركز بيلعبوا مع بعض هتبقى اعلى، وده هيصب في مصلحه الفريق. طبعاً. طيب تتابع معانا اختيارات الناس لافضل لعيبه انت ما اخترتناش اسم يا كابتن خالد. انا قلت عمر مرموش في الماتش الاولاني. في الاولاني الماتش الثاني يمكن ممكن احمد فتوح. طيب نروح لتعليقات الناس ونشوف اختاروا مين. تالين حمدين اختارت محمد النني، اشدت بيه. طبعا لعيب كويس. بمناسبه النني وانه اتدرب مع حضرتك، تنصحه بانه يكمل في انجلترا ولا الافضل ليه يعني يقبل العروض اللي جايه له جاله عروض من تركيا مثلا؟ او انا اهم حاجه بالنسبه لي ان هو يلعب. يعني المكان اللي هيلعب فيه باستمرار يروح. طيب نروح لميرو احمد مرموش، لكن لعبه فردي جدا، بس احلى انه اخذ فرصه واثبت نفسه في مركز الجناح الايسر. فتوح، اكرم، صلاح، في رجوع الروح والالتفاف حوالين المنتخب واللعيبه وكلامه الدايم معاهم والنصايح بجد. بمناسبه صلاح والنني وكارلوس كيروش، يعني نتكلم على برضو اسم زي ما حضرتك ذكرت، اسم كبير يعني، وتولى مسؤوليه منتخبات كبيره جدا وانديه، اشتغل في انديه من اكبر انديه العالم. لو بتوجه نصيحه للعيبه ازاي تستفيد من رصيد الخبرات هنا، سواء لعيبه زي صلاح والنني او مدير فني زي كارلوس كيروش؟ ان طبعا كل الملاحظات اللي هيقولوها بالنسبه لصلاح والنني، الناس محترفين بيلعبوا على مستوى عالي جدا، لازم ينقلوا خبراتهم للعيبه بتاعتنا، ودايما الخبره بتتنقل لما انا بقى عايز اجري ورا الحاجه يعني. مش عيب ان انا اروح اتكلم مع صلاح في اي حاجه، مع النني بحيث ان هم يقولوا لي على اي حاجه. بالنسبه لكيروش نفس الكلام، مدرب كبير لازم يستفيدوا منه من خبراته يعني. طيب عندنا السيد الشافعي، والله كلهم رجاله وافضلهم اكرم توفيق. واحمد رشوار متفق مع السيد وبيقول اكرم توفيق ما شاء الله عليه. ومعانا لولي برضو، اكرم توفيق، رمضان صبحي، والنني بصراحه. طب هنا عندنا حاله اجماع على اكرم. محمد نصر كمان مكمل اكرم توفيق، عبد العزيز الخشن، محمد صلاح، اكرم توفيق، رمضان صبحي، واكرامي المصري مختار اكرم توفيق. لا ده في اجماع على اكرم توفيق. لعيب هايل طبعا. طبعا عندنا كمان، خلينا نكمل، ده في حبايبك كتير يا اكرم. عبدو عز الدين مختار اكرم توفيق، ربي يحفظكم، من طاهر ابو زيد الاهلاوي. النسر الطاهر، اكرم توفيق بسم الله ما شاء الله، هو رجل المباراه الاول. اكرم من اللعيبه اللي هايله وعندها اراده كبيره جدا، بيلعب في مكان مش مركزه واجاد فيه بشكل كبير جدا على المستوى الهجومي والدفاعي، فدي حاجه ترجع له لان هو لعيب جدع وراجل، وجوه الملعب بيبذل اقصى جهد عنده، فهو اثبت نفسه في المكان ده. النهارده كابتن خطيب وهو بيكرم لعيبه السله قال انه يعني هو بيكلمهم قال لهم الابطال اول ما بيخلصوا ويتوجوا ويحققوا بطوله، ده بالنسبه لهم مش نهايه المشوار، ده بدايه مشوار بطوله جديده. وهو بيقول كلمته، قال كلمتين اتمنى الحقيقه كمان انه يمكن وانا بتكلم مع حضرتك افتكرتهم، انه اهم حاجه في لعيبه الاهلي اللي بتميزهم طول العمر على مدار التاريخ في كل اللعبات الروح والقلب. بيتهيألي دول لو موجودين في بدايه الموسم الجاي فرقه الاهلي قادره على انها تحقق كل الالقاب. كابتن خالد طبعا كلام الكابتن خطيب مظبوط 100%، واللي بيتابع فرقه الباسكت بتاعتنا لان انا بتابعها السنة اللي فاتت حاجة، والمنظر اللي شفناه حاجة تانية. تغيير مدرب، ودي قيمة المدرب الكويس، خد بالك يعني. أوجستي دي مدرب كويس جدا، غير الفرقة، غير العناصر
اللعيبة عندها دوافع ما كانتش موجودة قبل كده. وبرضو نجاح أي مدير فني إنه إزاي يستنفر الدوافع ويجيب دوافع جديدة بالنسبة للعيبة ويستنفر طاقتهم يطلع أحسن حاجة. وده اللي قاله الكابتن محمود الخطيب، إحنا طول عمرنا على مدار الأجيال اللي بيفرقنا عن أي حد الروح والإرادة والرغبة في الفوز، وزي يعني زي الكلام اللي احنا قلناه قبل كده. فأنا أتمنى فرقة الباسكت السنة دي بإذن الله من بطولة لبطولة بإذن الله. ونتمنى كمان مستر موسيماني ينجح في ده مع الأهلي في موسم أول مكتمل، يعني لأول مرة بتجيله فرصة أنه يبقى عنده فترة إعداد يختار لاعبين يتعرف على القماشة اللي موجودة معاه على مدار سنة كاملة، وبالتالي بتهالي المقدمات تقول أنه واخد فرصته كاملة في الموسم اللي جاي، وإن شاء الله يقدم كرة كويسة بإذن الله. وبإذن الله تكون كل البطولات بإذن الله في دولاب النادي الأهلي السنة إن شاء الله بإذن الله يا رب العالمين إن شاء الله. مبروك الفوز لمنتخب مصر، ومبروك الصدارة بإذن الله والتأهل للمرحلة الثانية من التصفيات، وكل التوفيق لنجوم النادي الأهلي في بداية مشوارهم إن شاء الله يوم السبت اللي جاي في مشوار دوري الابطال. بشكر طبعا نجمنا النهارده كابتن خالد جدله، شرفتنا ونورتنا واسعدتنا كابتن خالد. شرف ليا، شكرا، الف شكر. وبشكر حضراتكم على المتابعه، ونتقابل بكره حلقه العالمي بقى السادسه بكره ان شاء الله، تغطيه لدوري امم اوروبا والماتشات المنتظره جدا مواجهات ناريه في الشامبيونز ليج، هنتابعها مع حضراتكم في حلقه بكره ان شاء الله. تحياتي لكل جماهير الاهلي اللي تابعتنا النهارده.